الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه المتمسكين بسنته والمهتدين بهديه إلى الدين. أما بعد، عباد الله، ألكم هذه نصيحة مهمة إلى الجميع، لكن نقول لهم بناده كاتب سكوما خاصة تارك الصلاة خير الله صلى تقنا. أسألك بالله، لماذا لا تصلي؟ لما من غير أن تصلي أخي وأختي جيراني وجيراني غيري؟ ما هي العداوة؟ قلنا غن كان قي التي بينك وبين رب العباد، كان قلنا غن أنك نو كمون كما دون حتى لا تسجد له، حتى لا تصلي له. أنت غار سجود الله، أنت غار صلي الله لن. وماذا فعل الله بك حتى لا تسجد له؟ الله لمن ينعم أنت غار سجود الله لن، أنت غار صلي الله لمن ينعم. ما هو الشيء الذي أنت لم ترضى به عن الله عز وجل حتى تأبى أن تسجد لله سبحانه؟ كم كنون انجي نمر نتكين بك الله ما غبر ان انت سجودين الله ما غبر ان انت سالين الله ان سانغناتا. ها السؤال، هل فكرت ولو دقيقه واحده في نفسك وفي جسدك؟ اسكي هل انت مسغوني باني ان نكي ادم بتكي؟ ها انت لا تسجد لله، انك انت تسجد لله وهو الذي خلقك. أن تصلي وتسجد لله، أن نجلي أن نسجد الله الأمين، وأنت تحيا على أرضه وأن كان كمان أمبري الله نين كمان. ها أن كان كمان أمبري الله نين كمان. ها وهو الذي أسقاك الماء وأطعمك. أكن ينك من الجنة لن يغني وعافاك أن النعمة. هل أنت تحب لله؟ أسأل كن الله مولا anki ngane allah mulla nga tagal ngal salli anki ngane allah mulla anki nga tagu nga bal salli anga salli nga khawru anki nyaare kan ken woke salli to qana anki nga tagu ti allah bana anki ti kam nan salli. Ha la ilaha illallah alisa hadha balaun ali kitab balaun anki kam tagu nan brem nan janga sereb gan salli na salli bagi barajim salli nan janga ta ke duna ko te go duna ni me ko te wankini alle ko te